سيادي غيته وانا في الخلان سارة يا بابا احترقك وعد قالوا سلطان والله ما يعود بحاله. للإنس قضاة يحتكمون إليهم للفض في نزاعاتهم ومحاكمهم، لكن هل سمعتم يوما عن محكمة عليا للجان تقضي في نزاعات البشر وخلافات العالم الخفي؟ إمليل أول محطاتنا في طريقنا إلى حيث يوجد شمهروث ملك الجن في الموروث الشعبي المغربي وآخر عهدنا بوسائل النقل الحديثة، وليس أمامنا إلا طريقة واحدة للوصول إلى غايتنا. تقع المحكمة في قرية نائية يصعب الوصول إليها في الطريق إلى طبقال في أعلى القمم الجبلية بالمغرب، ويحكم فيها 7 قضاة أكبرهم سيدي شمهروش أو شمهورش صاحب الضريح الشهير بالمنطقة والملقب أيضا بالسلطان. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، نتمنى تكونوا بخير وعلى خير. المهم في هذا الفيديو غادي نشارك معكم زيارة اللي درنا سيدي شمهروش. هذا الفيديو غادي نتعرفوا على شكون هو سيدي شمهروش وفين كاين الطقوس ديالو، وغادي نقول لكم شكون اللي ممكن يدير زيارة. نفس الوقت غادي نتعرفوا على طبيعة المنطقة والمناظر الخلابة اللي فيها، وغادي نتعرفوا على بعض مقامات الجن بحال مقام الباشا حمو والمهمة عيشة ولالا مالك. المهم الرحله كانت صعيبه شويه بالنسبه للناس اللي كانوا معايا واللي كانت لهم اول تجربه لهم في حياتهم، والامر اللي صعب الرحله ايضا هو اننا جينا لها من مدينه ورزازات مرورا ببحيره ايفني، وهذا ما كانش طلب منا او اختيار، هذا كان طلب ديال الجواد حنا لبيناه. تقريبا استغرقت الرحله 3 ايام صعودا جبال الاطلس الكبير من منخفضها إلى أعلى قمة فيها، وبمساعدة وسيلة النقل الوحيدة المتواجدة بهذه المنطقة اللي هي بغال. وفي هذه الأثناء خصنا نكون وصلنا سيدي شمهروش، لكن بحكم عياء هاد الزوجان اللي جايين معنا واللي زدنا على ودهم النهار باش يرتاحوا، واليوم خرجنا قبل بغال ب4 ساعات، لكن القافلة استطعت أنها تلحقنا واستغربوا اننا استغرقنا وقت طويل ومازال ما وصلناش. وفي نفس الوقت الزوجه جاها ستريس اللي جعلها انها تغوت بطريقه هستيريه وكتطلب اننا نرجعوا، رغم اننا قطعنا مسافه طويله وما بقى لينا والو نوصلوا، واللي اكتشفنا من بعد انه كان ذلك خارج ارادتها، وذلك فقط الجواد اللي فيها هما اللي سببوا لها ديك الحاله. وفي هذا الأثناء وصلنا الرفيج طبقال اللي هو ملجأ جبالي، وهنا مازلنا 2 ساعة من المشي باش نوصلوا سيدي شمهروش. وبلا ما نطول عليكم وغادي ندخل ديريكت في الموضوع. أولا شكون هو سيدي شمهروش اللي مذكور في بزاف ديال الكتب وبزاف ديال المراجع وكنسمعوا عليه بزاف ولكن ما عارفين عليه والو؟ أولا سيدي شمهروش هو ملك ملوك الجن وقاضي الجن ورئيسهم فوق الأرض، وعنده أكبر محكمة للجن في العالم لفك النزاعات، وهو متواجد في سلسلة جبال الأطلس الكبير بالمغرب بين مدينة ورزازات ومراكش بالضبط في أعلى قمة في العالم العربي وشمال إفريقيا اللي هي قمة جبل طبقال اللي كترتفع تقريبا 4167 متر من سطح البحر. وتقريبا في هذا المكان يوجد جميع مقامات الجن مثل سيدي ميمون، باشا حمو، المهمة عيشة، لالا مالكة، لالا ميرا، والعديد من المقامات اللي كتوصل تقريبا ل 99 مقام. وهذا الضريح فهو مقصد لآلاف الزوار تقريبا كل أسبوع، واللي أغلبيتهم من الأجانب رغم أنه لا يسمح لهم الولوج إلى داخل الضريح، إلا أنه حتى هما عندهم الطقوس الخاصة بهم.
لأن شمهاروش كتعتبر رئيس لقضاة جن بالعالم بمرتبة ملك، وهو يعتنق الإسلام وملتزم بتعاليمه، وله يوم المقدس يوم الخميس، وهو يقدس اللونين الأخضر والأبيض. وبالنسبة لشكون اللي ممكن يدير الزيارة وصوابها، فرا الزيارة تخص الجميع، الجميع ممكن يدير الزيارة. علاش؟ أولا لأننا كاملين هنا مملوكين وبجوادنا، وهنا ممكن دير صوابك مع جوادك، في نفس الوقت ممكن تعرف جوادك إلا ما كنتيش عارفهم. بالإضافة لهذه البلاصة ممكن تحيد بعض الأمراض المستعصية على الطب، بالإضافة ممكن هنا تحيد المس والسحر والعكس كيف ما كان النوع ديالو. وبالنسبة لصوابك راه ممكن تشريه تما، وإلا كنتي عارف صوابك راه من الأحسن تجيبو معك. وأول حاجة كيديرها الإنسان إلا جا سيدي شمهاروش أول مرة وبغى يعرف شنو عنده، فراه كتقصد داخل مقر شمهاروش، كترتاح تما في ديك اللحظة، كتعرف شنو عندك، وإلا عندك شي حاجة راه كتهضر فيك ديك الساعة وكتعرف شنو عندك. وكاين اللي ممكن تديه قيلولة صغيرة وكيحلم وكيعرف شنو عنده. وكما كتلاحظوا فراه المكان ممنوع التصوير فيه، ولكن اضطرينا أننا نتسناو حتى إخوان الزائرين ونصوروا. وكما كتلاحظوا هذا هو داخل الضريح تحت صخرة كبيرة جدا، وهنا فقط كيتقرا القرآن الكريم، واللي جوادو ما مقادينش معاه راه كتشدو الحالة. السلام عليك بابا فقيك فقيش ماروش اسيد فقيك، السلام عليك بابا فقيك فقيش ماروش اسيد فقيك، ظلم يا بابا فقيك سالفوريش نعام اسيد فقيك، السلام عليك بابا فقيك فقيش ماروش اسيد فقيك، ظلم ولاش بالتلج يا بابا فقيك تاب الله فلاش يا سيد فقيك. وفاش كتخرج من الضريح كتلقى مقام مهمة عيشة، وعلى اليمين ديال كتلقى المذبح الخاص بالضريح، هذا هو المذبح الخاص بالضريح. وايضا كتلقى بالقرب منهم المحكمة، محكمة سيدي شمهاروش، هذه هي محكمة سيدي شمهاروش. السلام عليك بابا فقيك 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 وهذه الزيارة ديالك أختي سمية، وهذه الشميعات ديالك من محكمة سيدي شمهاروش، والله يسهل عليك، والله يبلغ المقصود، الله يقضي الغراض، والله يسهل عليك انت ووليداتك يا ربي امين. جانرجاك العالي والله مولاي بسلامة ببارقك سالفوريش نعامة سيد الفيك، سلام عليك ببارقك والله مولاش قلتلش يا ببارقك تاب الله فلاش يا سيد الفيك، سلام عليك ببارقك وهذا أماكن خاصة بالنساء، ولكن هنتوجه مباشرة ديريكت للمقام لالا ملكة، ومن موراها نمشيو للمقام الباشا حمود. الحاجة الغريبة في هذا المكان هو الأسراب الكبيرة ديال الغربان، أي الغراب، اللي كيقولوا عليه أن الجين كيجي في صفته
وهي الصفة المفضلة لدى الجين. هذا مقام لالة مالكة، هنا كيشعلوا لها شميعات ديالها، وهنا كيديروا الزيارة لها. أما مقام الباشا حمو فكما كتلاحظوا فإنه كيتواجد في ذاك الغار بالضبط، هو صعيب شي شوية توصل ليه وقاصح شي شوية وبغى شوية المجهود العضلي كما تلاحظوا. السلام عليك بابا فقيك قيش ماروش يا سيدي رفقيك، السلام عليك بابا فقيك قيش ماروش يا سيدي رفقيك، طالب والسلام يا بابا فقيك سالكو ريش نعام يا سيدي رفقيك، السلام عليك بابا مولاش بالتلجي يا بابا رقيك يا بالله فلاش يا سيدي رقيك، السلام عليك بابا رقيك ليش ماروش يا سيدي رقيك، هذا حاليك ولا مرجاك العاليك ولا مولاش بالتلج يا بالله فلاش جاي تشوفها ويصلي جاي عباد مولانا هذا حاليك تنرجاك العاليك ولا مولاي بسلامة بابا رقيك كالكوريش نعامة سيدي رقيك وعليك بابا رقيك ولا مولاش قلت لش يا بابا رقيك يا بالله فلاش يا سيدي رقيك سلام عليك بابا رقيك تنرجاك العليك حرام ولاش بنتلش دابا الله يفرش هو طايوش ما طايوش حرام ولا كتوب بجوش وتاي تغطاوي صلي يا بابا رقي تاي عبد مولانا سيدي رقي حرام وعليك بابا بسم الله وبالله والحمد لله لا إله إلا الله خاتم رسول الله بسم الله نبدا قولي مسعني سمي وقول نبدا يا الحباب هي لا ولا في الكتاب معنا رمي ماذا حالي هذا هو مقام الباشا حمو. وانا في الخلان سارة يا بابا حتى لقيت واحد قالوا سلطان والله ما يعود بحالي.